من حوالي 10 سنين كان عندنا مشكلة كبيرة جداً في ملف الطاقة وتحديداً الكهرباء. فاكرين من 10 سنين كده لما كان نور دايماً بيقطع باستمرار وكنا نسمع دايماً كلمة إيه؟ تخفيف الأحمال. كان ده ليه؟ كان نتيجة إهمال جسيم كان موجود في هذا التوقيت في محطات الكهرباء. بعض المحطات خرجت من الخدمة لأنه ما كانش بيتعمل لها صيانة من الأساس وما كانش بيتعمل لها صيانة دورية وبانتظام، ده غير طبعاً قلة عدد المحطات المولدة للطاقة الكهربائية. خلينا عشان برضو نفتكر الصورة كان شكلها عامل إزاي. السبب في ده بخلاف طبعاً أنه ما كانش فيه صيانة لمحطات الكهرباء، الضغط اللي كان موجود على شبكة الكهرباء في هذا التوقيت. كنا دايماً بنقول أن فيه إهمال لفترة من الفترات، غياب للسيطرة لفترة من الفترات، أدى إلى بناء بشكل عشوائي وغير مخطط وغير مدروس. كانت نتيجته إيه؟ نتيجته أن منطقة مثلاً تمد فيها كابلات كهرباء تغطي عدد سكان هذه المنطقة بحسب طبعا التراخيص اللي طلعت بتاعة البنى، الناس بنت بشكل عشوائي فبقى في ضغط على الكهرباء، فبالتالي الكهرباء ما بقتش تستحمل وبقت تقطع بشكل مستمر في هذه المنطقة. طبعا عارفين ان الفترة من الفترات انتشرت العشوائية بشكل كبير جدا، فكان ده من ضمن الاسباب اللي كانت بتؤدي الى انقطاع الكهرباء. الناس برضو هي بتبني بشكل عشوائي بدون تراخيص بناء او غيره، وهي بتحفر كانت بتقطع كابلات كهرباء، وده كان بيحصل. فنبقى قاعدين في أمان الله كده، ممكن الكهرباء تقطع عندك بالساعات وممكن بالأيام لحد ما نشوف المشكلة فين ونبدأ نعالج هذه المشكلة. من ضمن الحاجات برضو اللي سببت ضغط على شبكة الكهرباء إن الناس برضو، وإحنا بنتكلم في المخالفات، إن الناس كانت ممكن تعمل مصنع أو ورشة في البيت بالعداد بتاع الكهرباء العادي، ما في ضغط، ما في آلات، في معدات تقيلة بتستحمل، محتاجة عداد ثلاثة فاز، في فرق ما بين العداد المنزلي والعداد التجاري. فالكهرباء اللي بتدخل للمصنع اللي بتقوم معدات تقيلة غير اللي داخل للبيت للخلاط بقى والتلفزيون والتلاجة والحاجات البسيطة بتاعتنا، فكان في ضغط أكبر على شبكة الكهرباء. كل الضغط ده كانت نتيجته إن الكهرباء كانت بتقطع باستمرار، وكانت حتى لو ما كانش في عطل كانوا بيفصلوا محطة الكهرباء، وكان السبب إيه؟ تخفيف الأحمال. طبعاً دلوقتي الوضع اختلف، يعني احنا عايزين نشوف كنا فين وبقينا فين، ايه اللي حصل في هذا الملف. نتيجة العجز اليومي الدولة كان عندها احتياطي زايد عن نص احتياجات المواطنين، كان في مشكلة كبيرة جدا في ملف الكهرباء والدولة اشتغلت عليه خلال الفترة اللي فاتت، والحمد لله دلوقتي اعتقد ان احنا بقى عندنا فائض كمان وعندنا خطة كبيرة جدا هنتكلم عنها بالتفصيل في حلقتنا النهاردة لتصدير الكهرباء لدول عديدة. طيب عملنا ايه؟ مشينا على الخطين زي ما بنقول كده، مشينا انتاج الكهرباء من المصادر التقليديه العاديه بتاعتنا، وعندنا المحطات اللي عملناها الثلاث محطات الكبرى سواء بتاعه العاصمه الاداريه او البرولوس او بني سويف، دي محطات كبيره جدا لتوليد الكهرباء من المصادر التقليديه، وعندنا انشانا محطات اخرى لتوليد الكهرباء من المصادر غير التقليديه او من الطاقه الجديده والمتجدده زي بنبان في اسوان وجبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح، والمحطه الطاقه الكهرومائيه في قناطر اسيوط. كل المجهود ده الغرض منه ايه؟ الغرض منه ان انت يكون عندك كهرباء، تيار كهربي باستمرار في المنازل، وفي نفس الوقت الكهرباء لازمه في كل الصناعات لأنه مفيش مصنع بدون ما يكون فيه كهرباء، فبالتالي أنت بتأمن وجود كهرباء لهذه المصانع والشركات الكبرى والمستثمرين الكبار سواء المحليين أو غير المحليين، فبالتالي أنت بتساعد أكتر في عملية الاستثمار. كل هذه الخطة اللي الدولة عملتها طبعاً لتطوير المحطات القديمة زي ما قلنا ساهمت في إضافة حوالي 28 ألف ميجا وات من القدرات الكهربائية، ده بيعادل ضعف ما كان موجود في عام 2014. وصل إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء دلوقتي حوالي 59 ألف ميجا وات، بعد ما كانت كام؟ كانت 28 ألف ميجا وات فقط في عام 2014، يعني بنسبة زيادة 11%. ده طبعا بيعتبر إنجاز كبير جدا هنتكلم عنه بالتفصيل في حلقتنا النهاردة، وده اللي ساعدنا في أننا نصدر كهرباء ونعمل ربط للشبكات الكهربائية سواء بقى مع السودان، مع ليبيا، مع العراق، مع قبرص، مع اليونان. كل هذه الأمور بنسمع عنها بقالنا فترة، وأعتقد إن ده ما كانش يحصل غير لو كان في فائض في إنتاج الكهرباء. هنجاوب عن كل هذه الأسئلة بالتفصيل النهاردة، إيه اللي حصل بالظبط في هذا القطاع الحيوي المهم، بالإضافة لأنه يكون عندنا فقرات مهمة جدا هنتكلم طبعا فيها عن الحوار الوطني وتحديدا المحور الخاص بالمحور الاقتصادي الخاص بالصناعة وربط
الصناعة بالتعليم الفني، إيه اللي حصل في التعليم الفني خلال الفترة اللي فاتت وإزاي تم ربطه بالصناعة، إزاي المناهج التعليم الفني تم تطويرها عشان تلائم السوق في هذا التوقيت. كمان هنتكلم عن مباراة الأهلي المرتقبة مع الوداد، مباراة بكل تأكيد مباراة الذهاب هتكون مباراة قوية للغاية. هنعرف مع حضراتكم النهاردة تفاصيل هذه المباراة، هيكون عندها تفاصيل كتير جدا خلال حلقتنا النهاردة. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.